الحمله اللي اتعملت على مروان محسن من بعد الاهلاويه شيء مبالغ، شيء غريب برضه، ده برضه غريب على النادي الاهلي. ده فيجي في وقت ممكن يبقى اللاعب ده مانويل قعد سنه مع فلافيو يدافع عنه، رغم بص كان في ايه، كان في طرف اخر، وفي الاخر عمل ايه؟ كسر الدنيا ولا ما كسرش؟ جت فتره والكره قفلت معاك، حياتك نفسها ممكن يعمل عدم توفيق. يا جماعه في حاجه اسمها الرحمه، يعني بني ادم اخطا عمل لقطه في حاله غير طبيعيه، مش يعني تصرف، لكن هل يتم دفعه؟ هل ده من ما ده هنرجع تاني يا استاذ محمود لعمليه النقد، وعمليه في نقد بناء ونقد هدام، وعمليه ما هو وراء النقد. فانت عندك سكتين، عندك اتنين مسج، في مسج بتتبعت ان انا بنقد الاستاذ محمود عشان عايز اوصله للافضل، عايز استفزه ان يكون افضل، وفي مسج تانية ان انا عايز اهد، مش عايز اهد بس واحد من الفريق، لا ده كان في كمان عايز اهد وليد سليمان بطريقه او باخرى. فخلينا انا مش عايز اكمل، يعني مش عايز اتكلم كتير في الملف ده. ليه؟ لان انا عندي قناعه كبيره جدا ان انا مش عايز اتاخد للمنطقه اللي هو عايزها، مش عايز ياخد. بس الصوره واضحه بالنسبه لك؟ انا الصوره واضحه يعني المسج اللي جت بعد الماتش الناس استوعبتها ولا ما استوعبتهاش؟ الصوره واضحه لجماهير النادي الاهلي، يعني مش مشوشه كلها. يعني واضحه وصريحه. وخلي بالك ان الصوره واضحه لجماهير النادي الاهلي ولغير جماهير النادي الاهلي، الصوره واضحه جدا جدا. لكن احنا متعودين في النادي الاهلي زي ما انت قلت كده بنقفل على نفسنا، ان احنا بنسد وداننا، يعني مش هقول لك احنا بنعاقب نفسنا، لكن في الغرف المغلقه، والرد دايما بيكون من خلال مش بالتصريحات وبالكلام، لان لو رديت عليا انا، انت كلمتني هرد عليك، هترد عليا تاني، فانت كده بعدتني تماما عن التركيز، وخاصه ان التوقيت مهم جدا. احنا بنتكلم خلاص اقل من شهر داخل على بطوله افريقيه، انت عندك بطوله الدوري، فانت هتجرني ان انا انت هتكلم، فانا هرد عليك فهترد عليا، فهو كده نجح ان انا عايز اجرك. لا نجح انه يبعدك عن تركيزك. ما انت لازم تلاحظ حاجه،